دعوة ب 27/12/2001 وغرمت سوزان تميم المدعية بوجه المدعى عليه علي مزنر بمبلغ 500,000 ليرة لبنانية لثبوت سوء النية. هيك اجى القرار. بتقول يا أستاذ علي مبرم إن ما فيش توكيل. صحيح. وبتصر يعني الورقة دي ما ظهرتش خالص. في المستند اللي حطيناه في أول الحلقة لو سمحتوا، مستند رقم 3 ألف، ياريت تحطه لي مرة تانية. في حتة بتقول حيث أن الأمور التي أبدتها الزوجة تشكل منعا حقيقيا من المسكنة بشكل مطلق. طبعا المستند الصادر من المكتب الشرعي لسماحة السيد محمد حسين فضل الله، حيث أن الأمور التي أبدتها الزوجة تشكل منعا حقيقيا من المسكنة بشكل مطلق بسبب خوفها من الضرر الجسدي والمعنوي، وحيث أن الزوج تعهد بعدم اللجوء إلى أي شيء يمكن أن يشكل ضررا معنويا أو جسديا في حق الزوجة، وحيث أنه هيأ لها مسكنا شرعيا لائقا، حكم بعدم إلزام الزوجة بمساكنة زوجها إلا بعد توقيع توكيل ملزم للزوج بالطلاق في حال قام بأي من الأمور التي قد تشكل ضررا معنويا أو جسديا على الزوجة، وعليه في حال قيامه بتوقيع هذا التوكيل تكون سوزان ملزمة بمساكنة زوجها، وفي حال امتناعه عن ذلك تعتبر ناشز. يعني هذا القرار، يعني انت لازم تكون مضيت توكيل. اوكي، اللي حدا بيقدر يجيب هذا التوكيل. طب يبقى ازاي ده كلام؟ ادوكوا الحكم ازاي؟ لازم تكون ماضي توكيل. ما فيش توكيل. ازاي ده ما فيش توكيل؟ علامة استفهام اشرحها لي. اللي بيبرر ده هو مكتب السيد محمد حسين اللي طلع هذا القرار. انا بقول انه ما في توكيل على الاطلاق وبالمطلق. غير هيك، اول حكم لما صدر لصالحي من عند السيد محمد حسين، لما انا رحت وتحاورت انا وياها امام المكتب الشرعي تبعه، لما طلع الحكم لصالحي ما أثر فيي كمان لسبب واحد، أنه هذا الحكم ما بقدر روح نفذه بالمحكمة صاحبة الاختصاص، بدها ترجع المحكمة تدرس القضية من جديد. نفس الموضوع مثل الطلاق اللي صدر. يعني إن كان بالنسبة لصالحها أو لصالحي، المحكمة في عنا بلبنان محكمة صاحبة الاختصاص، هي هذا القرار لإلها. بس أنت كده اللي بتتحايل؟ وأنا رحت على المحكمة الشرعية رفعت فيها دعوة مساكنة وربحت الحكم فيها بنفس التواريخ. ربحته ازاي وانت ما مضيتش التوكيل؟ انا لا، بعد عم اقول لك، انا ربحته بالمحكمه الشرعيه بالمحكمه صاحبه الاختصاص. ربحت حكم المساكنه. هون نحن عم نحكي بموضوع الطلاق. هذا موضوع الطلاق. اول شيء اجى دون علمي، دون معرفتي، وانا ماني موافق عليه، وحتى ما كلفني عناء انه ارجع انتقده او اعترض عليه عندهم. حتى لو اعترضت عليه وكسرته لهذا الحكم، ما بيشكل ولا اي تاثير. لانه منو محكمه صاحبه الاختصاص. بكل الاحوال اذا كان لصالحي او لصالحها. في فتره النزاع دي اللي كانت ما بينك وما بين السيد عادل معتوق، خليني أدخل في جزء السيد عادل معتوق. خلال فترة النزاع، إمتى أول مرة كان الاتصال الأول منك أو منه، وإزاي حصل؟ أنا ما بعرفه لعادل معتوق، وفي مسافة كتير بعيدة بيني أنا وياه. هو اللي تلفني كونه هو له مصلحة عندي، والمصلحة أنه كان ناوي أنه يتزوج زوجتي، وانا ما كنتش ناوي انه اطلق مرتي، لانه انا اصريت انه ترجع على بيت زوجي. اقله في حكم صادر من المحكمه العليا مبرم يلزمها بالمساكنه، وهذا الشرع بيقول هيك. هو كلمك شخصيا ولا كان في وسيط؟ اول مره ما اجتمعت انا وياه، بيقولوا جير لي، يعني خصص لي شخص اسمه شوقي معتوق، كنيته الحاج شوقي معتوق. هو قرايبه مستلم له شغله،
ضل شوقي معته متابعني ليل نهار عندي يروح لعندي يجي لعندي شو بدك فيها وين شرفك وين 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 لحتى لي قلب لي دماغي بالموضوع أقنعك وما عرفتش ازاي اني كنت قاصد يمين انه انا ما طلقش زوزان الا بعد ما ترجع عبيتها لزوج تنفذ حكم المحكمة الصادر بحقها سنة 1999 بتاريخ 27/3/2003 نزلت للمحكمة الشرعية وثبتت طلاقك من سوزان تميم بتاريخ 5/2/2002 اوكي ازاي؟ صح اول مرة منبلش بوراء الطلاق كان ب 27/3/2003 قبل بيومين بعد ما اقنعني الحاج عادل معتوق انه طلق الحاج عادل ولا الحاج شوقي؟ الحاج شوقي انه طلق سوزان قبل بيومين من 27/3 ب 25 بيجتمع فيه لعادل معتوق بمكتبه بسنتر مشخص على سان جورج وكان وكيله الاستاذ بسام غزيل وشوقي معتوق قالوا لي قديش مكلف على سوزان اتفقنا على مبلغ 70,000 70,000 دولار فيكم ترجعوا لقيود تمويل الامن العام بتشوفوا انه السيد عادل معتوق كان بهالفتره بلبنان 25/3 هي تاكيدا لكلامي اليوم انا مسؤول عن كل كلمه عم بقولها وكل كلمه لها اثباتها بنزل على المحكمه الشرعيه انا وشوقي معتوق ووكيله بسام غزيل بموجب وكاله نحن سنه 2003 نزلنا على المحكمه الشرعيه انا وشوقي معتوق معه نقدي وشيكات مصاري نقدي واربع شيكات هول ما بقيمه مبلغ 70,000 دولار طيب نزلنا على المحكمه الشرعيه قبل ما نفوت على المحكمه الشرعيه بيقول لي متحدين شوقي معتوق وبسام غزيل نحن اليوم ما بدنا نطلق تفاجأت عشو عم تعطوني مصاري قال لا نحن اليوم منا بس اقرار منك انك انت طلقت سوزان من سنة ونص اللي هو تاريخ 5/2/2002 قلت له لا ما بقى بدي قال ليه قلت له هذا تزوير هذا هو التزوير مش معناته أنا ماضي محل حدا أو أنا لعبان بورقة أو كي هذا هو التزوير اللي أنا أحكم فيه خلي الرأي العام يفهم شو التزوير اللي علي نظامنا الأقدم عليه تحريف للحقيقة مش تحريف مادة معنوي بدل ما تقول أنك أنت مطلق يوم 27/3/2003 أنك أنت مطلق 5/2 أو أنت طلقت فعلا 5/2/2002 وجاي تثبت هذا الطلاق الدعوة اللي قدامك الورقة بتشوفي أنه لما نزل علي على المحكمة الشرعية ما نزل أقدم على دعوة طلاق خليني أقرأ أقدم على دعوة اسمها إثبات طلاق خليني أقرأها من المحكمة أو مجلس الوزراء الشرعية الجعفرية مقطوعة الحقيقة من رئاسة هنا رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء الشرعية الجعفرية المقرر علي حسين أو المقر المفروض علي حسين مزنر والأستاذ بسام غزيل وكيلا عن سوزان عبد الستار تميم وطلب إثبات
الطلاق بتاريخ 27/3/2003 حضر لهذه المحكمة علي حسين مزنر والأستاذ بسام غزيل وكيلا عن سوزان عبد الستار تميم، وقرر أنه بتاريخ 5/2/2002 أوقع المقرر طلاق زوجته سوزان تميم طلاقا خلعيا، وقد بذلت فيه المطلقة كامل مهرها وحقوقها وتصالحا على كافة الدعاوى القائمة بينهما وإسقاطها سواء كانت مدنية أو جزائية حالية أو مستقبلية ناشئة عن هذا الزواج والطلاق. وقد أعيد الطلاق بعد 10 أيام بطلاق احتياطي، وطلب إصدار قرار بإثبات هذا الطلاق بعد أن أبرز المستندات التالية: وكالة من المطلقة إلى المقرر عنها. في المستند ده يا علي أنت بتقر أنك طلقت سوزان تميم بتاريخ 5/2، يعني أنت النهاردة مش زوج سوزان تميم. أوكي، خلينا هلأ نوصل تدريجيا للجواب على هذا السؤال. لما نزلت على المحكمة ب 27/3/2003 نزلت أنا والأستاذ بسام غزيل بموجب وكالة عن سوزان تميم. نعم. نزلت قالوا لي ما بدنا نطلق اليوم. قلت لهم ليش عم تعطوني مصاري؟ قال بدنا نثبت طلاق حاصل من سنة ونص اللي هو التاريخ 5/2/2002. قلت لهم ليه؟ لا بنعمل طلاق هون بغرفة القاضي و